عسلامة. عسلامة. السلام عليكم، أنا مواطن فيصل بن محمد بن حسين الحنديري، أصيل ولاية منوبة. رقم الهاتف الجوال 94-229-386. أنا نسكن في برارك من عام 2005 في عهد بن علي، في بلاصة وين معمل البلدي. ربي أنا عندي إعاقة عضوية، بو سبعة صغار وأنا وامهم تسعة، ما عندي السوا بقعد ليا، عندي سبعة ما عندهم السوا بقعد ليا، ما نحرفوش. جات في 2011 مشروع نتاع القطار السريع في عهد فرانكو، هذا فرانكو هذا الطلياني، جاو فهمتني قالوا لي باش تخرج من هنا ونعطوك قطعة أرض ونعطوك 35 مليون. دونك أنا ما حبيتش نخرج من البلاصة اللي نسكن فيها، أنا عامل برارك. في 2020 بدا المشروع يمشي ويجي في عهد الوالي علينا في اسمه، ضحك عليه قالوا لنا جو كي هم جماعة الروفير كيلوا لي قطعة أرض 250 متر. جات قيس الأراضي نتاع أملاك الدولة كيلوا له 250 متر. في الأخر في 2016 بنو جامع 1300 متر، والقطعة نتاع الأرض نتاعي مكيلينا ما خذيت حتى شيء. جماعة الروفير قلبوني في 35 مليون. يا سيد رئيس الجمهورية، يا سيد وزير الداخلية، يا سيد رئيس الحكومة، لوجه الله بل انقذوني لوجه الله. راني انا مرتي، انا مرتي لافامي نتاعهم كل يعيش في الجزائر العاصمة، انا قالوا لي نروحوا للجزائر، ما نحبش نخرج من وطني، راني هبلت، انا نحب نعيش ليبرتي. وسع بالك مسيو. نحب نعيش ليبرتي، نحب نعيش في بلادي، انا ما عندي عندي اولادي سبعة ماشيين لي ماشيين، انا عندي اولادي بطلوا من القراية، بطلوا من القراية، انا نتمنى اولادي ما التعويض اللي وعدوك به انت ما خذيتوش. ما عطونيش حتى شيء. عاود ذكرنا. عندي كيلوا لي قطعه ارض 250 متر، وجماعه الروفير تبع القطار السريع باش يعطوني 35 مليون و250 متر، وتكيلت امورها واضحه. بنوا على الجامع وبالجامع دوروا عليه 1300 متر في سطحي 250 متر ارض نتاعي. يا سيد رئيس الجمهوريه، يا سيد وزير الدولة، يا سيد رئيس الحكومة، يا سي حمزة البلومي انقذني لي ونبلغ صوتي اكثر واحد. سي حمزة البلومي هو اللي وصل صوتي. انا مرتي تعيش في الجزائر، لافامي نتاعي كل عيش، قالت المرأة نتاعي نعيش في الجزائر ما عادش نقعد في تونس، انا نحب نبقى في بلادي. اولادي قالوا لي يا بابا نمشوا ليبيا نمشوا للجزائر. انا كان جات عندي فلوس انا نهز مرتي واولادي، خليه يكون الحوت ويكون البحر، انا نحب نعيش في بلادي. ما انحرفتش انا سبعة في العائلة، اعطوني حقي لوجه الله انقذوني. راهو مع يعني تو كاري زوز بيوت، كاري زوز بيوت ما يلقاش وين نشب. يا عباد الله مولات الدار قالت اخرج يا حليل، نحب نخرج اولادي موظفين. صعبالك مسيو برب. ما عادش يا مدام خويتي. ما تشنجش. والله يا مدام ما عادش. مدام مالاد مانتونون. ما عادش شوماج، نا با دارجون، شوماج سيل تبليك وتما بيان يرحم والديك. ما عادش ما عندي السواب قاعد لي، يحبوا اولادي يخرجوا من حارفين، يحبوا اولادي يقطعوا البحر، انا اولادي قال نمشي الجزائر، نمشي ليبيا، ما نحبش نخرج من بلادي. علاش حبوا يخرجوا من تونس اولادك وزوجتك؟ من البراك، كنا ساكنين في البراك باش يفرحوا اولادي، يعطوا كيلونا 250 متر ومرنا واضحه. ونجات لدار البيوعات في 2016، جات لدار البيوعات الملف ثم نتاعي غبر لي وغبر والي كان اسبق علينا في ذوك ما عارفش نسميه شو وقتها تعزل. وفي عهد يوسف الشاهد لوجه الله يا سيد رئيس الجمهوريه انقذني يا خويا حمزه البلومي. انا راني كان ما عادش بها وين، انا نحب نعيش برتي أمم باي في بلادي، ما نحبش نعيش ترونجي، ما عادش بها وين. انا راني ماشي نجيب اولادي في باب بحر، ما نحب. وزيد يا سيد رئيس الجمهوريه وقت كيفاش ضحكوا عليا جو جماعة الجابون وفرانسيس طلاين مهندسين قالوا لي، قلت ما نحبش الدولة ماخذة علينا نظرة، الدول ماخذة علينا نظرة خايبة انه نخرج بحرية. ضحكوا علي ما اعطوني حد شيء لوجه الله. ونبلغ اكثر السلام لخويا الحمز البلومي. قداش عندها مسيو الحكاية هذي؟ من 2011 للساعة هذي. وضحكوا علي طيحت البرارك ومشي وقالوا لي نعطوك 35 مليون باش تكري وبعدين نحن نعاونوك على البني نتاع الارض. ما عطوني حتى شيء، ما عطوني حتى شيء. عايش اختي برحمة امك اعتبرني ابوك، انقذيني ما نحبش اولادي يخرجوا مجرمين، اولادي ماشيين يخرجوا ماشيين ينحرفوا. عندي اولادي بطلوا من القرايه يا اختي الغالي، بقوا عندي اربعه هم السبعه
ثلاثة بطلوا، زوز أولاد وبنية، وأولادي ناضجين. أعطوني، يقول لوجه الله يعطوني الأرض متاعي، يعطوني فلوسي، ما عنديش سوابق عدلية، يحبوني نمشي لليبيا أنا ومرتي وأولادي. قداش من عائلة عندها معناها نفس المشكل متاعك؟ كان أنا. سيل تو بلي كنت ما بيان، باردون. أنا. ثم جماعة من حمام قعلول. برشا ديار وتلقوني نكذب، أنا اللي يضمني السجن. نتحمل مسؤوليتي، نتحمل كلامي نقول له. من حمام قعلول. السنيت مع عبد الله ثم ديار ثم عنده ممكن حكاية 100 متر أمور قانونية، الأخر كل في الأرض في الأرض الشمينو. أعطوهم 400 مليون، أعطوهم 370 مليون، أعطوهم 250 مليون، أقل واحد والله منهم ديار في حي بن نصر القباعة ودي لي ونسكن هنا فيها دو ميزون. صدقيني يا حكاية 4 متر على 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 السكة وعطوهم حقهم. أنا ما كاين أنت كان أنا ما أعطوني شيء، كان أنا عايش أختي برحمة أبوك، أنا ما بعمري ما بحثت، عندي سوابق عدلية، إنسان نظيف، ما نعرفش كل حتى الحكاية مع التلفزة، أول مرة نحكي قدام تلفزة، عايش بنتي الغالي، أعتبريني أبوك، حلي لي مشكلتي، وصلي لي صوتي، وصلي لي صوت السيد رئيس الجمهورية، هاني في باب حارة قدام وزارة الداخلية، السيد وزير الداخلية كان ولي بن عروس. شفته مرة راهو عبري، يا سيد وزير الداخلية أنقذني لوجه الله، لوجه الله، أعطوني الأرض متاعي، بوه، أنا مثلا ما عنديش قانون في هذه ما مكيلوها لي الأرض هذه في الجامعة في حي وين حي بن نصر، بنومي زي جام الجامع، والجامع، زير يدوروا عليه 1300 متر أخرى، عليها أعطوني حق، أنا لولا الجامعة هذه نصلي فيها، الجامعة هذه نصلي فيها، رحمة. اما الارض هذه الكل اعطوني حقي، اعطوني حقي، ما عادش عندك الحق يا مسيو. نجيب انا ما عادش ما دام عايش اختي، انا ولادي ما نحبش يخرجوا من الحرب. عايش بنيتي، بلغي لي صوتي، بلغي لي صوتي خويا حمزه البلومي، والا خويا جعفر القاسمي. الحكايه هذه كيفاش اثرت عليك انت وزوجتك وصغارك؟ انا ما يعني بخلاف انهم يحبوا يخرجوا. والله يا مدام اقسم بالله والله نفسي انت تعب، والله تعب مصدق. وسع بالك يا مسيو. ما عادش بيها وين، ما عادش بيها عليها انا وليدات. والله يا اختي الغالي تقولي نكذب، نتحمل مسؤوليتي. حشيك حشيك. نتحمل مسؤوليتي، قلبوني في الارض، قلبوني في الفلوس. انا تو حاليا كاري زوز بيوت يا عباد الله، انا واولادي، بناتي نساء، اولادي رجال، كارين ساكنين في زوز الشنابر. عايش بنيتي، انقذيني لوجه الله، انقذوني، اعطوني حق، اعطوني الارض متاعي، اعطوني فلوسي، راني ما نحبش نعيش برا، انا جزيريه، انا جزيريه نشرب بها، ما نمشي الجزائر، والله علي العظيم، لان الجزائر رجله، هاو نمشي من نعيش ليبرتي، نقبض الدراهم، يعطوني لاتير، يعطوني الميزون، اما انا مشكلتي نحب نعيش في ارضي، الحب. خلي لك الكلمه الاخرى. اخويا لوجه الله انقذوني، شكيت ما عادش بها، نبلغ صوتي لسياده رئيس الجمهوريه، رئيس الحكومه، وزير الداخليه، واكثر سلام مازال نبلغوا الخويا حمزه البلومي وخويا جعفر القاسم، اختتوني انت وحقي ضاع، والسلام عليكم ورحمه الله. تاخذ حقك. عايش بنيتي عمرها.